كان أخد عليه وعاش عمره فيه بتصعب عليه نفسه. أنا بقالي 12 سنة مع سيادة الرئيس، ولادي كبروا جوزوا وخلفوا، مفيش مخلوق عارف إني كنت طباخ الرئيس. كنت باجي كل يوم هنا متولي وأنا حاسس إني بعمل حاجة مهمة، بأدي عمل وطني. ربنا يوفقك يا ابني. متولي كريم باشا، يلا متولي عشان هتقابل سيادة الرئيس دلوقتي يا فندم؟ ايوه دلوقتي يا متولي. طيب ممكن بس نأجلها شوية عشان ما اخش على سيادة الرئيس ودي فاضية؟ يلا يا متولي مفيش وقت، يلا. اتكل على الله يا ابني. يلا. معذور. متولي يا فندم الطباخ جديد. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك يا ريس. ايه مالك؟ لا اصل بس يعني هيبة سعادتك يعني. انت متجوز؟ ايوه يا ريس. عندك اولاد؟ لسه يا ريس، اصل يا فندم عريس جديد. طب مش تشد حيلك بقى؟ نخلف فورا يا ريس. قول لي هتوكلنا ايه النهارده؟ والله يا فندم انا حسب الجدول النهارده. لا جدول ولا حاجه، انا عايز شويه شوربه عدس. شوربه عدس؟ اتفضل. حاضر. يا عم سليمان الحقني، ابوس ايدك يا عم سليمان. في ايه يا ابني؟ الرئيس طالب شوربه عدس، وانا اعرف اعمل 26 نوع شوربه عدس، مفيش ولا نوع منهم في دماغي دلوقتي. انا انتهيت يا عم سليمان، اعمل ايه قول لي؟ طب قوم ما تخافش. انا حصل لي كده اول يوم جيت اشتغلت فيه مع الرئيس. يا ابني يا حبيبي، الرئيس بيشرب شوربه عدس زي اي شوربه عدس عاديه. الله، اشمعنى لما بتقف على العربية في الشارع بتبدع؟ ايه انت ما بتعرفش تطبخ الا على الرصيف؟ يا عم سليمان انا ما كنت بطبخ في العربية ما كانش بيهمني، كنت بطبخ للشعب، انما ده سيادة الرئيس. لو حطيت ملح زيادة فلفل زيادة ابقى انتهيت. لا ما تخافش، قوم اول خطوة هتسلق العدس. جرام ملح، قلل الزبدة عشان سيادته ما بيحبهاش. شكرا يا متولي. استنى، خد دول. ربنا يخلي سعادتك يا ريس. دول 42 جنيه. ربنا يخليك يا فندم. اخبار عم شحاته ايه يا متولي؟ الحمد لله يا كوان. مشحاته؟ هو سيادتك اللي جت عم شحاته وكلته الطاج؟ طاج ما كنتش اقصد والله. انا اسف يا فندم، والله ما كنت اقصد. خد فلوسك يا ابني. تفضل. يا
انت بتعمل ايه عند سعاده الرئيس؟ اصلا حازم بيه كان سعاده. انت تحط الاكل وتخرج على طول. انت هتقف ترغي مع سعاده الرئيس وهو بياكل ولا ايه؟ مش عم سليمان فهمك؟ ايوه فهم. دول يا متولي، ده مصروف الشهر يا انشراح، واعملي حسابك على كده. انت بتودي فلوسك فين يا متولي؟ شهر طويل عريض ما تطلعش غير بالكام ملطوش دول. ليه الناس بطلت تاكل؟ لا الناس بتاكل يا انشراح، بس زي ما تقولي كده رجلهم خفت على الطواجن شويه. الو؟ ايوه باشا. ايوه فندم. ايوه باشا حاضر بسارة ومن غير تقلية. بكرة؟ حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، تحت أمر سعادتك. مع ألف ألف سلامة يا باشا، مع السلامة. مين اللي بيطلب منك بسرعة في وقت متأخر زي ده؟ ده زبون. وزبون إيه اللي صحيك في نص الليل يا متولي؟ ويصحيني من الفجر كمان يا انشراح، لأن الزبون ده أحسن منك ومن اللي خلفوكي. وهالفاضي بقى في الكلام عشان ليلة دي شكلها مش معدي على خير. ها يلا وريني بقى هتعمل ايه. انشراح، هي البصارة بتتعامل ازاي؟ السادة الحضور، انا وعدتكم برفع مستوى الطالب والمدرس خلال الفترة اللي فاتت، وافتكر تم عمل انجازات محدش يقدر ينكرها، وانا بصفتي كنقيب للمعلمين بوعد حضراتكم بمزيد من الانجازات خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شبعنا بقى كلام ووعود. هي النقابه يعني بتعمل ايه للمدرسين؟ وزعلانين قوي ان هم بيدوا دروس خصوصيه. البلد دي لا يمكن حالها هيتعدل طول ما نظام التعليم فاشل، وطول ما نظام التعليم فاشل يبقى النظام كله فاشل. يسقط نقيب المعلمين، يسقط نقيب المعلمين، يسقط نقيب المعلمين، يسقط نقيب المعلمين. الموضوع ده لا يمكن يتسكت عليه، لازم نصعده لأعلى مستوى، إن شاء الله حتى نروح للري. أبلة بصراحة. نعم. أنا شايف إن حضرتك عندك آراء بناءة وطاقة أحيانا مستخسر تستنزف هنا في النقابات. فإيه رأي حضرتك لو تشرفينا بالليل في مقر الحزب؟ حزب إيه؟ حزب المعارضة. هناك هتبقى كلمتك مسموعة أكتر. وكمان هتقدري تحققي اهدافك وتستخدمي طاقتك دي في حاجه تفيد البلد. النهارده احنا بنعيش مرحله غير مسبوقه من الديمقراطيه. الناس دلوقتي بتقول رايها في كل حاجه. جرايد كتير بتكتب نقد وهجوم. واحيانا عليا انا شخصيا. انا بيهمني في النهايه العمل والانجاز. مصلحه البلد عندي فوق اي اعتبار. موضوع البناء مهم جدا في كل مرحله من المراحل. ده بيساعد كتير في الدراسات والاصلاحات اللي بنقوم بيها يوم بعد يوم. بسم الله ما شاء الله، الريس كلامه حلو قوي، ربنا يديله الصحه يا رب. الشيله تقيله يا ابني، الله يكون في عونه.
وبياكل ايه ده يا اسطى؟ ده هتلاقيه مثلا بياكل على الصبح كده 4 كيلو جمبري ولا حاجه. والنبي انتهبل يا ابني، ده اكلته ضعيفه، شويه شوربه عدس، شوربه خضار، شويه بصاره، حاجات كده يعني. هو انت هتفت في اكل الرئيس كمان؟ كل المجهود اللي عملناه متولي. بنتمنى ان ربنا يوفقك. كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في الحزب. حزب ايه؟ حزب المعارضه يا متولي. انضميتي لحزب المعارضه يا شراح؟ احزاب البلد كلها فاضيه قدامك وبتدش، ما لقيتيش انت حزب المعارضه؟ انت خايف من ايه؟ وبعدين انا عايز افهم انت جبان كده ليه؟ ما هو مش معقول يا شراح، مش معقول تبقى انت في حزب المعارضه وانا. انت ايه بقى؟ انا راجل غلبان وعايز اعيش. وهي دي العيشه اللي احنا عايشينها؟ انت راجل على باب الله ومش لاقي تاكل، وانا بيتقطع نفسي طول الشهر عشان اخد في الاخر 170 جنيه، ولا لاقيين حتى حته اوضه وصاله يلمونا ونعيش فيهم، بالذمه دي حياه؟ وبعدين انا عايز افهم، مش السبب في كل ده مش الحكومه؟ اسكتي بقى انت ايه؟ لا بقى، ما هو الرئيس لازم يعرف الناس عايشه ازاي. اسمعي يا انشراح، انا هنا راجل البيت وكلمتي لا ترد. يا انا يا حزب المعارضه في البيت ده. دي معارضة ولا بلاش؟ عصاية شمسية رايحة البحر. خف شوية يا جبار. تعالى متولي. ايه رأيك في المظاهرات اللي حصلت في البلد؟ دول ناس عايزين قطم رقبتهم، بيعطلوا المراكب السايرة يا باشا. انشراح مراتك أخبارها ايه؟ اتطلقت يا باشا.